داخل أحد الكهوف الجبلية بالجزائر، وبينما تساقطت الأمطار في ليلة شتوية مظلمة في يناير 1998، جلس الشاب عبد المالك دروتكال يجهز إحدى العبوات الناسفة لاستخدامها في هجوم إرهابي ضد قوات الجيش الجزائري. كانت تلك تفصيلة عابرة في رحلة صعود دروتكال السريعة في سلم الإرهاب، والتي أنهتها القوات الخاصة الفرنسية عبر عملية خاصة أدت لمقتله في شمال مالي حسب ما أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية. فلم تمض سوى فترة قليلة على التحاق دروتكال بالجماعات الإرهابية في جبال الجزائر حتى صار رئيساً لجميع ورشات التصنيع العسكري التابعة لتنظيم جند الأهوال بشرق العاصمة الجزائرية، وبعد نحو سنتين فقط صار أميراً لما يعرف بكتيبة القدس. وبمرور الوقت صار الإرهابي الجزائري أميراً لتنظيم القاعدة في المغرب العربي كله، ورجل الظواهر الأول في المنطقة. ولد عبد المالك دروتكال في عام 1970 في بلدة مفتاح الصغيرة بمدينة البليدة، ونما في وسط أسرة متشددة. وقبل اندلاع الحرب الأهلية في الجزائر التحق بالدراسات العليا في مجال الهندسة بجامعة البليدة، لكنه قرر ترك التعليم والالتحاق بالجماعات المسلحة في الجبال بعد أن تواصل مع سعيد مخلوفي أحد أمراء الدم بالجزائر. أوصى مخلوفي بأن يتولى تلميذه الجديد مسؤولية تصنيع المتفجرات لخبرته الكيميائية والميكانيكية، وبالفعل أثبت دروتكال أنه جدير بثقة أمير الدم، تلك الثقة التي أهلته في 2001 لقيادة خلايا الجماعة السلفية للدعوة والقتال بضواحي العاصمة الجزائرية. في عام 2003 تولى عبد المالك دروتكال إمارة مجلس شورى الجماعة الإرهابية التي عزلت أميرها المؤسس حسن حطاب لموافقته على الحوار الوطني، وقررت مواصلة العمل الإرهابي. وبعد فترة وجيزة صار أميراً للتنظيم الإرهابي ليبايع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ويسمي نفسه بأبي مصعب عبد الودود. أرسل دروتكال قيادي من جماعته يدعى يونس الموريتاني ليلتقي بقيادة القاعدة في باكستان لينسق معاً عمل الفرع الجديد الذي اتخذ من المغرب العربي ساحة لعمله. وتكشف عدة وثائق صادرة عن تنظيم القاعدة وجود علاقة خاصة بين دروتكال وأبو مصعب الظواهري أمير القاعدة في العراق، الذي اختطفت جماعته دبلوماسيين جزائريين في بغداد وذبحتهما دعماً لفرع القاعدة بالمغرب. وتشير وثائق أبوت آباد التي وجدت في مخبأ أسامة بن لادن بباكستان في 2011 أن عطية الله الليبي قائد عمليات القاعدة الخارجية نسق مع دروتكال تأسيس خلايا للقاعدة بالمغرب وتونس والجزائر وليبيا مع هبوب رياح ما عرف بالربيع العربي. أعطى الربيع العربي قبلة الحياة للقاعدة، فنشطت جماعة المرابطين الموالية لزعيم القاعدة في الجزائر وليبيا، وسيطر إرهابيو التنظيم على أزواد في شمال مالي، وغير دروتكال جلده السابق ليطلق مشروعاً براغماتياً في وثيقته المعنونة بتوجيهات عامة بخصوص المشروع الإسلامي الجهادي في أزواد. ورغم انشغاله ببناء القاعدة في المغرب، لم يكن عبد المالك دروتكال غائباً عن الشقاق الجهادي بين داعش والقاعدة، فانحاز لأبيه الروحي أيمن الظواهري وأعلن الحرب على داعش ودعم جبهة النصرة، فرع القاعدة السابق في سوريا وفرع جماعة المرابطين بقيادة الإرهابي هشام عشماوي الذي انشق عن أنصار بيت المقدس بسيناء في أواخر 2014. تكللت جهود دروتكال في 2017 بتشكيل تحالف ضم 5 تنظيمات إرهابية تحت اسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في منطقة الساحل والصحراء بقيادة إياد أغغالي. على مدار 22 عاماً نجح عبد المالك دروتكال في الهروب من قبضة الجيش الجزائري وقوات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء،
قبل أن تسقطه القوات الفرنسية في شباك الموت لتنتهي رحلة الهروب في صحراء مالي.